حلو، إن شاء الله هنشرح متوسطات المثلث للصف الثاني الإعدادي. متوسطات المثلث القائم، في المثلث القائم المتوسط المرسوم من رأس القائمة طوله بيساوي نصف طول الوتر، لو معايا مثلث قائم، قائم الزاوية، وفي متوسط، متوسط خارج من رأس أسندل، طوله بيساوي نصف طول الوتر، ده نص الألف. الناس اللي مش عارفة، الوتر هو قطعة مستقيمة المقابلة للزاوية القائمة، يعني أنا وقفت عند الزاوية القائمة ده اسمه وتر، الضلع اللي قصادها اسمه وتر. المتوسط قطعة مستقيمة مرسومة من رأس لمنتصف ضلع، يبقى ده اسمه وتر عشان مقابل للزاوية القائمة، ده هو متوسط عشان خارج من رأس قسم ضلع. المثلث القائم فيه ثلاث متوسطات، بس ما اقدرش اقول ان ده هو بيساوي نص الوتر ولا ده بيساوي نص الوتر. الشرط الاساسي انه يكون خارج من زاوية قائمة وقاسم ضلع، يبقى المتوسط ده هو الوحيد اللي طوله بيساوي نص طول الوتر. مثال ألف ب ج مثلث قائم، ألف ج بيساوي 12 سنتي، ده المنتصف الألف ج، أو جبتوه ب د. هنرسم مثلث قائم، قائم في ب، حط الزاوية القائمة ب، د في النص، د المنتصف، ب د المتوسط. يبقى هنقول دلوقتي النظرية في المثلث القائم، يبقى بما إن الألف ب ج مثلث قائم في ب، المتوسط المرسوم من رأس القائمة بيساوي نص الوتر، بما إن الدال منتصف أ ج، إذا الب دال المتوسط، إذا الب دال بيساوي نص الألف ج. إمتى متوسط يساوي نص ضلع؟ في حالة واحدة، لما يكون المثلث قائم الزاوية، والمتوسط ده كمان خارج من رأس القائمة. يبقى الب د بكام؟ ب6 سنتي. مثال عكس الكلام، اداني المتوسط وعايز الوتر بكام؟ في الشكل ب د بيساوي 6 سنتي، أوجد أ ج. بما إن أ ب ج مثلث قائم، وده منتصف الأ ج، إذا الأ ج بيساوي 2 من المتوسط ضعفه، الوتر ضعف المتوسط. يبقى الألف جيم بيساوي 2 في 6 ب 12 سنتي. مثال في الشكل، اداني شكل برهان من أهم البراهين،
ده مثلث قائم وده مثلث قائم، عمل هنا متوسط وعمل كمان هنا متوسط. اثبت ان ألف دال بيساوي دال ه. تعال نبدأ الرسمة دي كده، وليكن الرسمة دي كانت كده، كان في مثلث قائم، في متوسط، وكان في مثلث كمان قائم، وفي متوسط. سحب المثلثين ده همت على بعض، سحب ده كده مشاه، حطه هنا على ده، قام مديله الشكل ده. يبقى احنا هنعمل برهان لكل شكل منهم، هنعمل برهان لده وبرهان لده. وليكن ده كان اسمه ه ب ج، وده اللي كان اسمه ألف ب ج. لما نقول الدال منتصف ال ب ج يبقى ال ه ده المتوسط، ال ه ده طوله بيساوي نص ب ج، والألف دال بالمثل برضه بيساوي نص ب ج. ده بنص ب ج وده بنص ب ج، مش يبقوا الطرفين دول متساويين؟ فدي فكرة الحل بتاعتي اللي هشتغل عليها. في المثلث أ ب ج القائم في أ، بما إن د منتصف ب ج، إذن الألف د متوسط، إذن الألف د بيساوي نص ب ج. طب ليه؟ عشان المثلث قائم. ادي العلاقه الاولانيه. في المثلث ه ب ج، بما ان الدال منتصف ب ج، اذا اله دال متوسط، واله دال هيساوي نص ب ج. من واحد واثنين ينتج أن أ ب بيساوي ه د، وده اللي كان عاوزه. طب فرضا لو ربط أولى إعدادي بتانية إعدادي، نفتكر معلومة كده من أولى إعدادي. كان في أولى إعدادي بيقول القطعة المستقيمة المرسومة بين منتصفين ضلعين في مثلث طولها بيساوي نص طول الضلع الثالث. يعني لو ده كان مثلث اسمه أ ب، ودي س ودي ص، كنا بنقول بما ان الس منتصف ا ب والص منتصف ا ب، يبقى اذا الس ص بتساوي نص ب ج، وبالمثل برضو الس ص بتوازي ب ج. ناخد المعلومه دي نركبها مع المثلث القائم. مثلث قائم رسم مثلث ثاني هنا، رسم قطعة في المنتصف، وبيقول اثبت أن ب د بتساوي الس ص. بما ان السين منتصف الف عين والصاد منتصف عين ج، اذا السين صاد بتساوي نص الف ج، ادي واحد. بما ان الف ب ج مثلث قائم في ب، اذا او الدال منتصف ألف ج، إذا ال ب د بتساوي نص الألف ج، أدي علاقة اتنين، ودي كانت العلاقة واحد. من واحد واتنين نلاقي إن دي نص ب ج ودي زيها نص ب ج، يبقى القيمة اللي قصادها متساوية، إذا الس ص
بتساوي الب ج، وده اللي استفدته من 1 و2. مثال، بيقول في المثلث 30 60 الضلع المقابل للزاوية 30 طوله بيساوي نص طول الوتر، مش فاهم ايه المثلث 30 60 ده؟ المثلث 30 60 ده مثلث قائم في زاوية 30، يبقى الباقي هنا كام؟ من مجموع زوايا المثلث ب 180، يبقى لسه 60. يبقى ايه هو المثلث 30 60؟ المثلث 30 60 مثلث قائم في زاوية 30، والتانية هتكون ب 60 من مجموع زوايا المثلث. الضلع المقابل للزاوية 30، الزاوية 30 اهي، الضلع اللي قصادها المقابل ليها، ده الضلع المقابل للزاوية 30 طوله نص الوتر، طول ده اهو بيساوي نص الالف جيم. طب لو حبيت اعمل لها برهان اعمله ازاي؟ بما ان الف ب جيم مثلث قائم وقياس زاوية ج بتساوي 30 درجة، إذا الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر، ده برهان. نشوفها في مثال. فرضا إن إحنا نجيب الزاوية القايمة في مثلث خارج منها متوسط، ونرسم مثلث تاني بس فيه زاوية 30 ويكون قائم. وعاوز اثبت ان الضلع ا ب بيساوي المتوسط ج د، هنمسكهم مثلث مثلث. في المثلث س ا ب القائم في ا ب، بما ان قياس زاوية س او ب س ا بتساوي 30 درجة، إذا الضلع المقابل ليها اللي هو أ ب بيساوي نص طول الوتر. طب في المثلث القائم التاني، في المثلث س ج ب، بما إن الدال منتصف السين ب، هنا كان قائم في م، إذا الجيم دال بتساوي نص السين ب، ادي علاقة ودي اللي زيها، دول متساويين يبقى الطرفين التانيين متساويين، إذا الألف ب بتساوي الجيم دال، وده اللي هو كان عاوزه. مثال، في الشكل اداني مثلث قائم في متوسط، ركب على المتوسط ده مثلث قائم تاني، وحط الزاوية دي 30، وقال لي اثبت ان ه ج بتساوي ألف د، نشتغل مثلث مثلث، أهم حاجة التقسيم. في المثلث ألف ب د القائم في ب، بما إن اله منتصف ألف د، إذا الب ه متوسط، إذا الب ه بيساوي نص الألف دال،
في المثلث التالي. به ه ج، بما ان قياس زاوية ج بتساوي 30 درجة، اذا الضلع المقابل للزاوية 30 بيساوي نص طول الوتر من 1 و2، ينتج ان ب ه او ه ج بيساوي ا د. مثال اداني مثلث قائم، قطعة مرسومة بالمنتصفين، متوسط، ده ب12، أوج الطول بها. دي معلومة الإعدادي، بينصف أهو، بينصف هنا، يبقى بيساوي نص التاني. بما إن السين منتصف الألف ب والصاد منتصف الب ج، إذا سين صاد بيساوي نص ألف ج، يبقى السين صاد ده طلع ب6. في المثلث القائم سين ب صاد، بما ان العين منتصف س ص، اذا ب عين متوسط والب عين بيساوي نص الس ص. س ص احنا كنا طلعناها ب6، يبقى الب عين طلعت ب3. تاني، بما ان الس في النص والص في النص تبع المعلومه بتاع اولى، بينصف اهو، يبقى ده طول النص التاني، ده كان ب12 يبقى ده ب6. في المثلث القائم ده، بما ان عين منتصف في السين ص، يبقى الب عين متوسط، الب عين بيساوي نص السين ص، يعني هيساوي 3 سم. في الشكل اداني مربع في ضلع، ده مش وتر، دوت مش وتر. اما ننزل من هنا قائم عمودي عليه، برضو ده مش وتر. واما اديني الزاويه ده هي 30، وقال ان دي ب3 سم، اوجد طول حرف المربع. قال لو جبت طول الحرف وطلب بقى المساحة، المحيط، يطلب أي حاجة عادي مفيش مشكلة. مربع يعني كل زاوية من زوايا قائمة، ودي كمان قائمة، معايا منها كام؟ 30، يبقى لسه كام؟ 60. ده مثلث قائم معايا 60 و90، يبقى لسه 30. وهاخد فكرة الضلع المقابل للزاوية 30 طوله بنص الوتر، ده هتقول جه كام؟ ب6. ده شرح السؤال نظري. عايزين نكتبه بقى من هنا اهو. مثلث قائم اهو، اداني مربع، عمل فيه مثلث قائم، وقام اداني الزاوية دي 30، والضلع ده مثلا 3 سم. بما ان الالف ب ج ده المربع، اذا قياس زاوية الف بتساوي 90 درجة. بما ان قياس زاوية ب الف ص بتساوي 30، اذا قياس زاوية س الف د بتساوي 60 درجة. بقيت الزاوية القايمة دي قائمة ب90، خدنا منها 30 لسه 60. في المثلث أ س د،
بما ان قياس زاوية ألف بستين، إذن قياس زاوية د بتساوي 30 درجة. أنا شغال دلوقتي في المثلث ده. إذن يا أستاذ الضلع المقابل للزاوية 30 نص الوتر، الألف س بتساوي نص الألف د، بس هو عايز الألف د، يبقى الألف د بيساوي 2 من الألف س، يعني هيساوي كام؟ 6 سم. وكده يبقى انت قدرت تجيب طول الضلع ده بكام؟ طول الضلع ده بقى ب6 سم. تقدر تجيب محيط، محيط المربع 4 لام، لام دي طول الحرف، مساحته طول الضلع في نفسه لام تربيع، حيث لام طول الحرف. وبكده يبقى أنا خلصت متوسطات المثلث القائم، وإلى اللقاء في درس آخر.